أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس الجمعية 46% للاتحاد البرلماني الدولي رئيس مجلس النواب على أهمية الدعوة الملكية السامية ببناء نظام سياسي وأمني واقتصادي عالمي أكثر عدالة وإنصافا وتعزيز التعاون التشريعي والتقني في إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها ومنع إساءة استغلال الحريات والمنصات الإعلامية والرقمية في ازدراء الأديان. وأضاف معاليه أن الدعوة الملكية السامية تمثل غاية إنسانية فطرية ومطلبا دوليا ملحا في ظل ما يواجه العالم من تداعيات الكراهية والعداوة والحروب والصراعات وما يقابله من تحديات تستهدف أمنه واستقراره، كما أنها تمثل ركيزة عنوان جمعيتنا الرامية إلى تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع ومكافحة التعصب. مشيرا معاليه في كلمته خلال ختام أعمال الجمعية 46% إلى أن ما تحقق من نجاح مشهود وإشادات واسعة لتنظيم واستضافة أعمال الجمعية قد تحقق بفضل الرعاية الملكية السامية والدعم اللامحدود من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والمساندة الرفيعة والاهتمام البالغ من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأضاف معاليه أن الاجتماعات والحوارات المستمرة بين البرلمانات تعكس دورا بالغ الأهمية للمجالس التشريعية في سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتصدي للتحديات، موضحا معاليه أن الحديث عن الشراكة الدولية هو حديث عن إنفاذ لغة الحوار والنقاش الحضاري الذي يستند على الحقائق ويبتعد عن المعلومات المضللة وتمكين سيادة القانون والاحترام المتبادل وتأمين المواقف الثابتة من رفض كافة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها.